نشرة السادسة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: تجدد الاشتباكات بين قوات مجلس شورى طوار بنغازي وعملية الكرامة في محور العمارات الصينية، وكوبلر يدعو إلى السماح للمدنيين العالقين في منطقة جنفودا بالمغادرة بشكل آمن. السراج يبحث خلال لقائه بالمستشارة الألمانية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن كيفية عودة السفارة الألمانية في ليبيا والتنسيق لعودة الرحلات الجوية بين البلدين. وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يجتمعون اليوم وغدا لبحث سبل جمع الفرقاء الليبيين، ومبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا يؤكد أن الاتفاق السياسي هو أساس جميع المبادرات العربية المطروحة. أفاد مركز السرايا للإعلام بتجدد الاشتباكات بين قوات مجلس شورى ثوار بنغازي من جهة وقوات عملية الكرامة من جهة أخرى في محور العمارات الصينية. وأوضحت نافذة الإعلامية لمجلس شورى ثوار بنغازي أن قوات المجلس تمكنت من إعطاب حاملة جنود وعربة مسلحة، كما استهدفت عناصر تابعين لقوات الكرامة. وأشار مركز السرايا للإعلام إلى أن القوات التابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي كانت قد صادت يوم أمس محاولة تقدم من قوات الكرامة بمحور العمارات الصينية. من جهته أكد المركز الإعلامي التابع لقوات الصاعقة مقتل عنصرين من عملية الكرامة يوم أمس، وأوضحت قوات الصاعقة أن العنصرين قضيا نتيجة الاشتباكات التي دارت بمحور العمارات 12 في المحور الغربي لمدينة بنغازي. الجدير بالذكر أن المعارك بين قوات الكرامة ومجلس شورى ثوار بنغازي ما تزال مستمرة بالمحور الغربي للمدينة، وتحديدا في محور العمارات الصينية وأرض المجالس. دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر إلى ضرورة السماح للمدنيين العالقين في منطقة جنفودا ببنغازي بالمغادرة بشكل آمن. وقال كوبلر في تغريدة له عبر موقع التدوينات المصغرة تويتر إنه يجب معاملة الموقوفين بشكل جيد وإحالتهم للقضاء. يشار إلى أن منظمة التضامن لحقوق الإنسان كانت قد وثقت في وقت سابق من هذا الشهر وجود قرابة 30 عائلة ما تزال محاصرة بمنطقة جنفودا. وأكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا عبد المنعم الحر في مداخلة سابقة أن الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا قادرة على فعل الكثير للعائلات العالقة بمنطقة جنفودا ببنغازي عن طريق تطبيق قراراتها المعنية بحماية المدنيين في مناطق الاشتباكات. إن ثبت هنالك مدنيين داخل منطقة جنفودا يجب عليها التحرك وبشكل مباشر وبسرعة وأن تعمل على إخلاء سبيلهم من داخل هذه المنطقة تحديدا التي تشهد نزاع مسلح. هذا أقل شيء ممكن تقدمه بعثة الأمم المتحدة في هذه المرحلة. أيضا عليها أن تقوم بلجنة لتقصي الحقائق وتوضيح تلك الانتهاكات الجسيمة التي حصلت للمدنيين داخل مناطق منطقة الاشتباكات المتمثلة في جنفودا. أفادت قوات عملية البنيان المرصوص بأن عدد النازحين من مدينة سرت الذين عادوا إلى بعض الأحياء في المدينة بلغ 3362 عائلة. وأوضح المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص عبر صفحته على فيسبوك أن المرحلة الأولى لعودة سكان المدينة كانت في حي 700 في الخامس من فبراير الجاري، واستهدفت المرحلة الثانية سكان الحي رقم 3، فيما بدأت الخميس الماضي المرحلة الثالثة التي شملت سكان حي دولار والشعبية والعمارات والسبخة. في ديسمبر من العام الماضي أعلن المجلس الرئاسي تحرير سرت بالكامل ودحر آخر معاقل ما يعرف بتنظيم الدولة، وبدأت عملية تأمين المدينة وتهيئتها لعودة العائلات إليها. التقرير التالي يرصد جانبا من عودة عدد من العائلات النازحة إلى مدينة سرت.
انتهت المعارك ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت، وأكملت قوات البنيان المرصوص مرحلة تمشيط الأحياء من مخلفات هذه الحرب، وبدأ الأهالي في محو آثار الفوضى وتنظيف مدينتهم التي بدأوا يعودون إليها شيئاً فشيئاً. تصطف السيارات منذ الصباح الباكر في صفوف طويلة على مداخل سرت، ويمر الأهالي بإجراءات قصد التحقق من هوياتهم قبيل دخولهم لبيوتهم واكتشاف حال المدينة التي اشتاقوا لها. اليوم الحمد لله كيف رجعنا أول الحوش، والحمد لله يعني الأضرار مش هذه، الحمد لله يعني لا تذكر الأضرار يعني. إشان الحمد لله في صحة جيدة، إحنا وعويلتنا الحمد لله مش مضرور. إشان هنايا مش مضرورة، إشان اللي في رقم ثلاثة مندروا عليه. على 6 مراحل تدريجية ستعود العائلات المغادرة إلى سرت بحسب الخطة التي أعلنها المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص، وقد عاد منها حتى 17 من فبراير أكثر من 3000 عائلة على 4 مراحل. وبالتزامن مع عودة الأهالي بدأ العمل على فتح المحال التجارية والأسواق والبنوك، وعلى استئناف التعليم في الجامعة التي تعطلت الدراسة بها لأكثر من عام ونصف العام، وبعدد من المدارس الواقعة في ضواحي المدينة. سرت تعود مجدداً إلى أهلها بعد أن ظن البعض أن إخراج عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة منها قد يبدو أمراً مستعصياً، لكن فرحة هذه العائلات بالعودة إلى بيوتها وإن طالتها الأعمال التخريبية تواجهها تحديات كبرى، أبرزها ضرورة حصر الأضرار التي خلفتها الحرب ضد التنظيم وإعادة إعمار المباني والمرافق الحيوية. أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أهمية دور ألمانيا في دعم ليبيا لما تتمتع به من ثقل سياسي واقتصادي في أوروبا والعالم. وبحث السراج خلال لقائه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل على هامش مؤتمر ميونخ للأمن سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتدريب الحرس الرئاسي والهجرة غير النظامية وضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. كما ناقش طرفان سبل العمل على عودة السفارة الألمانية في ليبيا والشركات الألمانية في أقرب وقت وتنسيق لعودة الرحلات الجوية بين البلدين بحسب ما نقلته صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على فيسبوك. من جانبها جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعم بلادها للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني وسعيها لإيجاد أفضل الحلول للخروج من الأزمة الراهنة. ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على فيسبوك عن المستشارة الألمانية قولها: إن ألمانيا مستعدة لتقديم كافة المساعدة الممكنة للنهوض بالبلاد ودعم القطاع الأمني والاقتصادي والخدمي. وقد استبعد الناشط السياسي مفتاح لملوم في نشرة سابقة أن تكون ألمانيا قادرة على تقديم الكثير فيما يتعلق بمسألة التسليح العسكري للقوات الليبية، موضحا أن أولوية ألمانيا في ليبيا هي مكافحة الهجرة غير النظامية عبر الشواطئ الليبية. هناك وضع في ألمانيا لا يسمح بأن ألمانيا أن تساعد كثيرا فيما يتعلق بالجوانب العسكرية والتسليحية. أما ما يتعلق بفتح سفارة ألمانيا في طرابلس فهذا شيء مهم جدا، لأنه بالتأكيد يعزز الثقة في المستقبل ويعطي فرصة للعالم ولليبيين أن يروا أن هناك إمكانية في أن تعود ليبيا إلى مرحلة من الاستقرار. قالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن الاجتماع الوزاري الثلاثي سيتطرق إلى نتائج الاتصالات والمباحثات التي أجرتها تونس والجزائر ومصر مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي بهدف تقريب وجهات نظر بينهم ووضع أسس حل سياسي توافقي للأزمة التي تمر بها ليبيا وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار. وأوضح وزير الخارجية التونسي خميس جناوي أنه عقب مشاورات بين وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر تقرر تقديم موعد الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا إلى اليوم وغدا عوضا عن الأول من مارس القادم.
وقد وصف المبعوث الخاص لأمين عام جامعة الدول العربية صلاح الدين الجمالي الاجتماع الثلاثي الذي يعقد اليوم في تونس بحضور وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بالمهم. وأوضح جمالي في تصريحات صحفية أنها المرة الأولى التي توحد هذه الدول جهودها من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية. وأكد جمالي أن جميع المبادرات العربية المطروحة لن تبدأ من الصفر وفق تعبيره، بل سيكون أساسها الاتفاق السياسي الموقع بمدينة صخيرات مع إدخال بعض التعديلات التي تلقى قبولا لدى الأطراف الليبية المختلفة حسب قوله. كان باب العزيزية بطرابلس أحد معالم حقبة النظام السابق، حيث شكل موقعا حصينا بالعاصمة يضم قاعدة عسكرية مدججة بالسلاح أنشأه القذافي واتخذه مقرا رئيسيا له. التقرير التالي يروي تفاصيل تحول باب العزيزية من قلعة يحكم منها القذافي إلى سوق شعبية. ستة كيلومترات مربعة من الهيبة والغموض كانت تقف عليها قلعة القذافي المنيعة، أو كما كان يحاول أن يروج لذلك. مساحة اكتسحها القذافي واقتطعها لنفسه ولثكناته العسكرية، محتلاً موقعاً جغرافياً استراتيجياً وسط العاصمة طرابلس وعلى مقربة من الطريق المؤدية إلى مطار طرابلس وجميع المصالح الرسمية في العاصمة. ولأن باب العزيزية هو ما صنع للقذافي هالة من الغرور والنرجسية بين عامة الشعب، لم يكتفي في توسيع مملكته بالاعتداء على منازل مواطنين أو ضمه طرقاً عامة، بل أحاط المجمع بثلاث أسوار إسمنتية، أولها امتد على مسافة تزيد عن 7000 متر، لم تبرز منها سوى أبراج المراقبة والكاميرات التي كان يخشى مجرد رفع البصر نحوها أو السير على الرصيف الموازي للمكان. ما يزيد عن 42 عاماً لم تشهد إلا محاولة واحدة لدخول باب العزيزية، انتهت بمقتل منفذيها والثأر من أقاربهم، معركة ظلت حاضرة في أذهان الليبيين الحالمين بيوم تسقط فيه جدران معقل القذافي، وهو ما تحقق في 23 أغسطس 2011 عندما تمكنت قوات الثوار من اقتحام باب العزيزية، لتشهد أيقونة جماهيرية القذافي بعد ذلك العديد من المنعطفات التاريخية. عندما نجح الثوار في التقدم تجاه باب العزيزية استشعر القذافي بالخطر، فأخذ من خلف الأسوار المنيعة يحاول تغييب الشعب عن محاولات الإطاحة به. تقاسم هو وأبناؤه رسائل تزييف الواقع، بل ودفعه اليأس إلى دعوة وسائل الإعلام إلى نقل سلسلة من حفلات الزفاف والغناء حاول مؤيدوه إتقان تنفيذها. ضاق الخناق على القذافي وأخذ بعداً دولياً غير مسبوق، فقلعة القذافي التي لم تطح بها الغارة الأمريكية عام 1986 نجحت مقاتلات حلف شمال الأطلسي في نسفها. دك باب العزيزية بالصواريخ حتى صار ركاما، والتهمت النار المباني داخله ماسحة ملامح المكان، فخيمة استقبال الضيوف المجاورة لبيت القذافي الصامد مثلا لم تعد المكان الوحيد الذي يستقبل ضيوف العزيزية. توسع جمهور باب العزيزية ولم يعد مكانا محرما كما كان، ففي مرحلة أخرى بعد إعلان تحرير ليبيا غدا سوقا شعبية تعرض فيه جميع أنواع السلع من الملبوسات إلى الأغراض المنزلية والمفرقعات والألعاب النارية وحتى الحيوانات، وهو الأمر الذي جعله يحظى برواج كبير. إلا أن البضائع لم تكن وحدها التي جعلت الزوار تطرق باب العزيزية، بل الفضول الذي تفشى كالعادة عدوى بين الليبيين. كان الناس يأتون إلى باب العزيزية من كل حدب وصوب بحثاً عن أجوبة تروي عطشهم لما كان يحدث خلف هذه الجدران، وإلى أين تمتد سراديب الحصن، وكم من مقتنيات ثمينة ظلت في هذا المكان بعد أن امتدت إليه أيادي السرقة ولم تترك فيه لا أخضر ولا يابس. أما ما تبقى من ركام كان يوماً سكناً خاصاً للعسكريين، وجد فيه أناس آخرون ضاقت بهم الأرض بما رحبت ملجأً بعيداً عن رحى المعارك، وصنعوا لأنفسهم على أرضه وطناً لما يزيد الآن عن 5 أعوام.
صب الناس جام غضبهم على باب العزيزية، فقد هدم الثوار أسواره بالجرافات التي تبرع بها المواطنون. في مشهد يرجعك بالذاكرة إلى يوم 21 من فبراير من عام 2011، عندما أسقطت أسوار كتيبة الفضيل بوعمر في بنغازي وسط أجواء من الغبطة وتحت تأثير نشوة النصر. كان العديد من الليبيين يعتقدون أنه بهدم باب العزيزية ستتلاشى هالة تمجيد القذافي وتمحى كل رموز حقبته السوداء، بل ورفعت في تلك الفترة شعارات تنادي ببناء منظمة للسلام في نفس المكان، أو تشييد متنزه عائلي، وهو المشروع الذي شرع في تنفيذه قبل حالة التشظي التي شابت المشهد السياسي. ولكن أياً من هذه المشاريع لم تنجح، ليظل مستقبل أنقاض باب العزيزية غامضاً في بلد ما زالت تعمه الفوضى. استطلعت كاميرا ليبيا لكل الأحرار آراء عدد من المواطنين وطرحت عليهم السؤال التالي، ما الرسالة التي تود أن توصلها إلى الشهيد؟ الله يرحم الشهداء وضعوا لنفسهم. والله الشهيد الله غلب عليه، لما كان يحسبها بتصير بلاد، لكن توا ما هي عاش، هي بلاد كل واحد يحكم، ما عاش عرفنا الحاكم مني. نقول للشهيد الله يرحمه، والحاجة إن شاء الله الشهيد الله يرحمه وإن شاء الله ربي يكون في الجنة. شنو الفرق احنا أخوت نظلوا تكاتل يا رجل؟ والله نبوه متوحد وكنلو، شنو حصلنا فيها هني؟ أنا زحمين على المصارف وقاعدين هيك. كل واحد يظن في شكل، كل واحد يظن في أنه مظلوم، كل واحد يظن في أنه راحت له هلبة حاجات. الحل زي ما قلت لك، الحل لابد من التنازل. بنقول لأخوي الشهيد إن إن شاء الله نتقبلهم عند الله شهداء. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. حرس سواحل ليبي ينقذ 123 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل صبراطة. تجدد الاشتباكات بين قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وعملية الكرامة في محور العمارات الصينية، وكوبلر يدعو إلى السماح للمدنيين العالقين في منطقة جنفودا بالمغادرة بشكل آمن. السراج يبحث خلال لقائه بالمستشارة الألمانية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن كيفية عودة السفارة الألمانية في ليبيا وتنسيق عودة الرحلات الجوية بين البلدين. وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يجتمعون اليوم وغدا لبحث سبل جمع الفرقاء الليبيين، ومبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا يؤكد أن الاتفاق السياسي هو أساس جميع المبادرات العربية المطروحة. أفاد عضو مجلس النواب صالحين عبد النبي بأنه تم يوم أمس الإفراج عن عضو المجلس جبريل وحيد المختطف بمدينة طبرق منذ 20 يوما، وذلك بعد جهود قبلية حسب قوله. وأوضح عبد النبي لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم إطلاق سراح وحيدة بعد أن تم تسليم ابنه إلى النيابة وإحالته لتحقيق باعتباره أحد المشتبه بهم في قضية المشاركة في اختطاف أحد أفراد قبيلة العبيدات بحسب قوله، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة. ومعنا عبر الهاتف من مدينة طبرق عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة جبريل وحيدة. سيد وحيدة، بداية نحمد الله على سلامتك، وهل أو هل تحدثنا عن تفاصيل عملية الاختطاف التي تعرضت لها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله على يعني في هذه الأزمة. وطبعا أنا تحدثت عنها قبل في أكثر من قناة كما هي معروفة، شنو أيش التفاصيل اللي ممكن حدثت لديها؟ يعني تفاصيل عملية الاختطاف عموما كيف تمت، ويعني ظروف هذه العملية كيف كانت؟ طبعا عملية الاختطاف تمت يوم 31 يناير 2017 الساعة 5 مساء عندما كنت عائد من جلسة مجلس النواب، واستمرت إلى يوم 19/18/2 يعني لحد يوم أمس. الحمد لله طبعا أسبابها والأمور المتعلقة بها تتعلق باتهام ابني بالمشاركة في خطف أحد أشخاص قبيلة العبيدات بيت غيث.
قبل حوالي سنة ونصف أو سنتين، وتواصلوا معي عدة أطراف في هذا الشام يعني منذ أشهر، وذكرت لهم أن ابني فعلا متهم في هذه القضية من ضمن المتهمين، والمتهم الأساسي هو أيضا نفس قبيلتي، تم تسليمه مباشرة بعد هذه الجريمة متلبسا، طبعا تم تسليمه في ذلك الوقت في مدينة الجابية حيث لم يكن في الشرطة وليس نيابة، تم تسليمه إلى الجيش وهو موجود متحفظ عليه عند القوات المسلحة. الشخص اللي يخطف هو شخص مدني جاء الفترة يعني في مهمة لهذه المهية، ولكن كانت قبل وصوله هناك حادثة أخرى تتعلق بالاختطاف على بلدة كفرة من قبل العصابات المسلحة، وكانوا لدينا الشباب مكلفين من الكفرة بدوريات، فضبطوا شباب مع هذه العصابات من منطقة الشرقية فتحفظوا عليهم، وجاء هذا الشخص لضمانهم وإغلاق سراحهم، وأدلوا حتى الاعترافات أنهم شاهدوا بعض الاغتيالات وبعض الاختطاف، وكانوا طبعا هم ضمن يبدو انهم كانوا حاضرين مع العصابات اللي كانت تخبط، ولكن عيال القبيله في الكفره قاموا باطلاق سراحهم يعني بضمان هذا الشخص، ولكن الشباب كانوا متحفزين على اطلاق سراحهم واعترضوهم طبعا يبدو انه في الطريق، واختطفوا هذا الرجل وقاموا بتسليمه لميليشيا اخرى ما لا ادري من اين هي في مدينه جدابية. ولما افراد الطبيعه طبعا عانوا بهذا الشان قاموا بالقبض على المتهم الرئيسي المتلبس طبعا بعد تسليم للشخص تسليم هذا الشخص مباشره وسلموه للجيش، ولكن يعني ابناء عمومه هذا الشخص المخطوف لم يقوموا برفع اي قضيه، حتى لما تواصلوا معي قلت لهم انا ابني متهم والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولكن عليكم برفع قضيه يا اما في المكان الذي وقعت فيه عمليه الاختطاف او في مكان التسليم او في اي مكان، لا توجد قضيه، هم لم يقوموا برفع قضيه. نعم واضح اذا. على غير ذلك يعني كيف يتم تسليم شخص لا ليس المفروض هي قضيه؟ فهم يعني باتصالات من اطراف اخرى او بتحريض من اطراف اخرى قد يكونوا خصوم سياسيين او خصوم يعني لديهم عداء معي، انا قاموا بتحرير هؤلاء الشباب الطائشين. واضح واضح اذا، واضح سيد وحيده وصلت الصوره، ونشكرك على هذه المداخله عضو مجلس النواب عن مدينه الكفره جبريل وحيده. نفى مكتب الاعلام بوزاره الداخليه في حكومه الوفاق الوطني خبر استقاله وزير الداخليه المفوض العارف الخوجه، ونقلت اداره التواصل والاعلام برئاسه مجلس الوزراء عن رئيس المكتب الاعلامي العقيد محمد الزوام قوله ان كل الاخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول استقاله وزير الداخليه هي عاريه عن الصحه، واشار الزوام الى ان الجهه المسؤوله الوحيده عن نشر اخبار ونشاطات وزاره الداخليه هو مكتب الإعلام الأمني، مطالبا الجميع باستقاء الأخبار منه. أفاد المتحدث باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم بأن دورية من حرس سواحل نقطة مصفات الزاوية تمكنت أمس من إنقاذ 123 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة كانوا على متن قارب مططي تسربت المياه إلى داخله. وأوضح قاسم لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عملية الإنقاذ كانت على مسافة 9 أميال شمال شرقي مدينة صبراطة، مشيرا إلى أنه جرى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمهاجرين قبل أن يتم تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالزاوية. إلى التذكير بأهم العناوين. تجدد الاشتباكات بين قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وعملية الكرامة في محور العمارات الصينية، وكوبلر يدعو إلى السماح للمدنيين العالقين في منطقة جنفودا بالمغادرة بشكل آمن. السراج يبحث خلال لقائه بالمستشارة الألمانية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن كيفية عودة السفارة الألمانية في ليبيا وتنسيق لعودة الرحلات الجوية بين البلدين. وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يجتمعون اليوم وغدا لبحث سبل جمع الفرقاء الليبيين، ومبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا يؤكد أن الاتفاق السياسي هو أساس جميع المبادرات العربية المطروحة. للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تي في على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.